أهلا ومرحبا بكم مجددا. اليوم جيناكم بهذا العود الجميل. مواصفات هذا العود: عندنا الوجه من السبروس، الظهر عندنا من الزان والجوز، عندنا المضرب عندنا من الجوز كذلك، الأوتار من اللابيلا دوزان فافا، الزند عياري في هذا العود. بنقدر ان احنا نتحكم بالدوسة بكل سلاسة بحيث ان احنا نخفض الوتر ونقربه على الزند او نبعده. الان خلونا نبدأ باستعراض هذا العود. Thank you.
تدرجنا فيه وبينا كل المساحات الصوتية. خلونا الآن نجرى على الاختبار الأخير، العزف على الفينجر بورد كامل. تمنياتي بالتوفيق وإلى اللقاء.